القرض الفلاحي للمغرب كيسهلها عليكم. بفضل تطبيق حسابي القرض الفلاحي للمغرب يمكن لكم تفتحوا حسابكم عن بعد وتسجلوا في مجموعة ديال الخدمات اللي كتناسب كل واحد فيكم. حسابي كيمكنكم تتعاملوا مع البنك ديالكم بسهولة بسرعة وبكل أمان. ما تسنوش بزاف، تليشارجيو تطبيق حسابي واستفدوا من مجموعة من المزايا وعروض تخفيضية. للمزيد من المعلومات دخلوا الموقع www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 لاروب ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا نصائح عامة حول الزبير ديال الزيتون. فمن المزايا ديال التقليم أو الزبارة هو الحصول على إنتاج عالي وثابت وبأجود نوعية من حيث الحجم ديال التمار والصحة ديالها واللذة والصفاء والسلامة من كل الأمراض. وباش تحقق هذا الشيء خاصنا نديروا العناية بالأشجار ديال الزيتون بمختلف الطرق والوسائل والأساليب، وهذا الشيء يتطلب العمليات الزراعية بطريقة مزيانة وبمواعيد محددة كيحدوها المهندسين والمستشارين. تقليم ولا الزبارة ديال أشجار الزيتون عنده قواعد وأساسيات وأهداف ما كتختلفش على التقليم اللي كيدار في باقي الأشجار ديال الفواكه الأخرى، إلا أن المواصفات الخاصة بشجرة الزيتون كتحدد طريقة ديال الزبارة والكيفية ديالها والتوقيت ديالو. وأهم المميزات ديال شجرة الزيتون أنه خاصنا ناخده بعين الاعتبار الزبارة بالطريقة الصحيحة واللي مطلوبة. وكين أيضا الأنواع ديال التقليم اللي خصها تكون، فكين تقليم ديال الصيانة واللي كيكون في بداية الإتمار، وكين تقليم ديال الإتمار اللي كيكون نيت في الفترة ديال الإتمار، وكين تقليم ديال التشبيب اللي كيدار الأشجار الكبيرة في العمر واللي خاص لإعادة ديال الحياة ديالها عبر واحد الطريقة دقيقة ديال الزبارة. عملية التقليم الأولية لتشكيل الأشجار كتبدأ من السنة الأولى في الزراعة ديالها، وخاصها تكون ملائمة للعمليات ديال الشتلة اللي كتبنى بواحد المسار تقني اللي هو سليم. خوتي خواتاتي الفلاحة، راه العمليات الأساسية اللي كتجرى للحقل كالتقليم والتسميد ومكافحة الآفات والفلاحة اللي كتكون صحيحة هي الضمان باش يطول العمر ديال الشجرة وتبقى تعطينا نفس الإنتاج بجودة عالية. وهذا الشيء كيجي عبر المراقبة والمكافحة اللي كتدار وكتكون مندمجة من الأول. خوتي خواتاتي الفلاحة، في حالة إلا كانت الأشجار عالية راه من الواجب التخفيض ديالها من اللي كنحيدوا المركز العلوي ديالها باش تدخل لنا الشمس ويتحيد هذاك الظل اللي كيدار على الشجرة، لأن الشجرة ديال الزيتون خاص يدخل لها الضوء بزاف باش الثمار تنمو بشكل صحيح. والزبارة السليمة والصحيحة هي اللي كتكون بهذه الطريقة، أننا نهويو الشجرة ونخليو الضوء يدخل لها. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح، موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7 لاروب ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. القرض الفلاحي للمغرب كيسهلها عليكم. بفضل تطبيق حسابي القرض الفلاحي للمغرب يمكن لكم تفتحوا حسابكم عن بعد
وتسجلوا في مجموعة ديال الخدمات اللي كتناسب كل واحد فيكم. حسابي كيمكنكم تتعاملوا مع البنك ديالكم بسهولة بسرعة وبكل أمان. ما تسنوش بزاف، تليشارجيو تطبيق حسابي واستفدوا من مجموعة من المزايا وعروض تخفيضية. للمزيد من المعلومات دخلوا الموقع www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.